أولا إدارتك مع الزملاء كل جلسات الحوار، ده رقم واحد. رقم اتنين إنكم سايبين الناس كلها من كل حتة، كله يقول رأيه زي ما هو عايز بدون أي خطوط حمراء، وهذا أمر أيضا يحسب لكم ويحسب أيضا لأهمية هذا الحوار. الأمر الثالث إنه النهاردة بقى عندنا بجد، وأنا بقول لما أقول عندنا عارف أهمية هذا الكيان اللي هو الحوار الوطني، الناس بقى فيه مكان عايزين نتكلم نلجأ ليه نعرض، في زخم موجود. صحيح يا استاذ احمد، شوف يعني هذا الامر كله الفضل فيه يعود لكل شركاء الحوار الوطني وكل الجهات في الدوله اللي اقتنعت من اول لحظه بدعوه الرئيس واشتغلت عليها سنه كامله. ناس كتير ربما اعتقد ان الحوار مات خلال هذه السنه، لكن الحقيقه لا، ما كانش مات. وانا طول الوقت كنت بفرق ما بين حاله الحوار وجلسات الحوار. حالة الحوار هي اللي استغرقت السنة يا استاذ احمد. كان في قصور مقطوعة، وكان في يعني قنوات مسدودة، وكان في عدم ثقة متبادل، وكان في شكوك، وكان في ماضي مسيطر على كتير مننا. ده السنة اللي عدت كلها وكان فيها مئات، مش عايز أقول عشرات، من الاتصالات واللقاءات اللي هي مش بجلسات الحوار. دي اللي خلت المناخ يسمح بإن احنا نشوف بقى المشهد اللي شفناه في الافتتاح واللي شفناه بعد كده في الجلسات. وفي نفس السنه مجلس الامناء، وحقيقه يعني بشكر كل زميله وزميل فيه. بعدك شفت ان الجهد التنظيمي اللي اتعمل عشان نوصل لحاله توافقيه وكمان تنظيميه محترمه بنشوفها قدامنا على الشاشات، بدون انت حضرتك لاحظت ما حدش زعق وقال انا ما خدتش دور. صح. ما حدش زعق وقال انا حد شتمني. او قال في حقي حاجه. كل راغب في الحديث يتحدث حتى اخر نفس. وبالتالي السنه اللي عدت دي زي ما حضرتك قلت خلقت حاله ومؤسسه مع بعض. والحاله والمؤسسه الحقيقه ثبت باليقين ان الحوار لا يهدم بلدا بل يبني. صح. مفيش شك ابدا. وانه مهما بلغ النقد من اي نوع، لعل حضرتك ملاحظ متاكد من هذا، لم يخرج شيء غير مسؤول في النقد داخل الحوار. صح. لم يحدث لا لشخص ولا لسياسه ولا لمجموعه ولا لاي حد، بل على العكس تماما. وبالتالي احنا خدنا من التجربه دي هي اشياء اقول لك ايه، يعني دروس للمستقبل. الجمهوريه الجديده دي هي دي 30 يونيو ده اللي عمل اخرج يعني حكم الظلام وفتح بوابات النور، الان يبني بشركائه كلهم. أيوة. وكلنا مختلفين بمناسبه. انت عارف كلنا، انا عارف كلنا مختلفين. صح. كلنا بيبني بقى الجمهوريه الجديده. اللي بنى الجذر لابد اللي هم البلد في الاخر، حتى لو في اختلاف هنا وهنا، المهم البلد. بالظبط. بالظبط. فانا شايف يعني انه حضرتك كلامك انا بشكرك طبعا عليه، وده كلام محترم، ويعني فوق راسنا. لا لا لا، ليكوا كلكم والله، لك ولكل الزملاء الافاضل. لكن خلينا اروح لملف من الملفات المهمه اللي حصل فيه كلام على مدار الفتره الماضيه، اللي هو المحور السياسي ومنه كمان نظام الانتخاب. هل وصلتوا لامر في هذا؟ هل لانه واضح انه في بعض الاراء من اللي بيتكلم على قائمه فرديه، اسف مطلقه او مغلقه، بيتكلم على نسبيه، بيتكلم على انتخابات فرديه، هل وصلتوا لشيء ولا لسه ما زال في تباين في الاراء؟ بص يا استاذ احمد، احنا النهارده في مجلس الامناء اقرينا شيء مهم جدا عشان الناس تبقى عارفه احنا بنشتغل ازاي. اليوم من ساعتين. احنا مجتمعين من الظهر النهارده. والجلسه بتاعت التعليم دي احنا قررناها النهارده. هقول لك بقى المشهد بيمشي ازاي عشان الناس تبقى معانا. اتفضل. احنا شفنا اسبوعين من النقاش، كل اسبوع فيه ثلاث ايام، كل يوم فيه اربع جلسات. يعني احنا عقدنا لغايه دلوقتي حوالي 24 جلسه. في ال 24 جلسه ناقشنا على الاقل 18 موضوع. وسمعنا الاراء بما فيهم النظام الانتخابي. طبعا كويس. اول يوم. طيب الجلسات دي اتقال فيها كلام، الناس شافت وعبرت عن رايها بكل حريه، وكمان اتقدم كلام مكتوب لنا للمقررين عشان في مقترحات مكتوبه. طيب عشان نرفع حاجه للرئيس احنا محتاجين حاجه اصغر، وده اقررنا النهارده في مجلس الامناء، انه كل اسبوعين هيبقى عندنا اسبوع بعدهم
تجتمع فيه لجان مصغره من مقرر المحور، يعني المحور السياسي، مقرر العام بتاعه دكتور علي الدين هلال، مقرر العام مساعده دكتور مصطفى كامل السيد، هيجتمع المحور ومعاه مقرر ومقرر مساعد كل لجنه، هذه اربعه دول بقى بيصيغوا لنا عبر الاوراق المكتوبه وعبر هم التلخيص اللي خدوه للجلسه اللي حضروا فيها زي النظام الانتخابي الاتجاهات الرئيسيه. طلعوا مثلا في النظام الانتخابي ثلاث اتجاهات، القائمه النسبيه باشكال مختلفه، القائمه المطلقه باشكال مختلفه، النظام الفردي بدوائر مختلفه. كويس. هيتم وفورا جلب وطلب من اصحاب الاتجاهات دي اثنين او واحد او ثلاثه ايا كان، بس عدد قليل اللي بيعبر عن كل اتجاه. كويس. وهيقعدوا في جلسات مغلقه متخصصه مع المقررين الحكومه. نعم. عشان نصل عدد بسيط. ايوه. عشان يصيغوا الاتفاق او الاختلاف. هم احرار، يعني هيصيغوا حاجه. يعني هنقول والله طب يا جماعه نتفق مع بعض على النظام الانتخابي، لا مش هنتفق. طب يا استاذ يا بتاع النظام المطلق. حضرتك عندنا قوابح دستوريه 1 2 3. ايوه. نظامك ده يلبيها هيتناقشوا مع بعض يلبيها خلاص استقرينا على بديل يا بتاع النظام النسبي انت حضرتك مقدم الاقتراح ده هل دستوريا سليم اذا استقر الجالسون على انه سليم يتركن جنب اخوه وهكذا يبقى بلور الثلاث اقتراحات يترفعوا على المجلس الامناء يناقشهم تاني كويس ويرفعهم للسيد رئيس الجمهوريه في مقترح ما اعرفش يعني مقترح من ضمن المقترحات ما اعرفش هل تم مناقشته او طرح ولا لا احنا عندنا سبع فئات دستوريه لازم نحافظ عليهم مش كده؟ شوف الدستور هيقرا طبعا بعنايه ايوه وبالتاكيد اي مقترح مخالف لماده في الدستور أيوة. ملزمه مش هتقربوه لن يمر اصلا مش هنرفعه احنا مش هنرفع شيء غير دستوري مظبوط وطبعا يعني ده امر هيخضع بقى لمناقشه المختصين اللي هم ماسكين الملف السياسي تحديدا وبعض اعضاء